ما تكون رئيس جمهورية اللي ما تكون تخاف ربي في الشعب كامل، هذا جانب. والجانب الآخر فهمتني، اللي ما تكون أنت عندك مبدأ في الحياة شنو تنجم تعمل، يا هل هو أنت قادر باش تنقذ البلاد وإلا ماش قادر، هذا جانب ثاني. الجانب الثالث، هل أنت عندك قدرة على كيفاش تمحور هالبلاد هذه، تخرجها مع المازق هذايا باش نجم فهمتني تاخذ رئاسة الجمهورية أم لا؟